بالحديث مشاهدينا الكرام إذن عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، معنا من بغداد عبر سكايب مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. مرحبا بكم سيد علي عزيز معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. بدءا يعني ماذا يعني للعراقيين تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق؟ نعم، يعني في بادئ الأمر يعني على أي تقرير أو أي شيء يصدر عن حقوق الإنسان من أمريكا بصراحة هذا يعني راح يكون مثير للضحك والسخرية، لا سيما أن الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 ولحد الآن هي أمريكا من أتت بها. أمريكا من أتت بهم على ظهور الدبابات حينما غزت العراق واستخدمت مرتزقتهم الذين تناوبوا على حكم العراق منذ العام 2003 ولحد الآن، انتهاء اليوم بحكومة العميل الأخير مصطفى الكاظمي. فلذلك لما نشوف هذا التقرير يصدر من وزارة الخارجية الأمريكية يعني بالتالي ما معناته أنه هم يعني مثل عملية نقد ونقد ذاتي ما بيناتهم هي عصابة الكاوبوي الأمريكية وأتباعهم وذيولهم في المنطقة الخضراء في بغداد. هذا التقرير ما يعني شيء إنه، لكن مجرد أنه هو يعريهم ويعري هذا النظام الموجود أمام المجتمع الدولي، لكن إحنا كان صوتنا وصوت الإعلام العراقي الحر الوطني من على سبيل المثال قناتكم وغير قنوات أخرى هي التي كانت توصل الصوت إلى العالم والمجتمع الدولي. نحن اليوم ما ننتظر أي أنصاف من أي تقرير أمريكي، خصوصا سمعنا حضرتك الآن من تحدثت بالريبورتاج عن قتلة الأخ والرفيق إيهاب الوزني. واليوم صار أكثر من سنة لا توجد نتائج، وذكرت اسم قاسم مصطح اللي هو المتهم بعملية الاغتيال أو المتهم بإصدار الأوامر بتنفيذ الاغتيال. إذن ماذا يدل ذلك سيد علي؟ استمرار يعني هذه الاغتيالات وأعمال القتل والخطف التي أشرتم لها، وأيضا تهديدات سياسية أخرى وتهديدات لناشطين، استمرار كل ذلك في تزامن مع هذا التقرير لحقوق الإنسان واستمرارها، ماذا يعني ذلك؟ هل يؤكد عدم وجود نية حكومية لإنهاء هذا الملف، إنهاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في العراق؟ لا، هذه الانتهاكات لا تنتهي إلا بزوال النظام الحاكم في العراق. أما هذا التقرير اليوم اللي صادر من وزارة الخارجية الأمريكية فإحنا نعرف ونتذكر كنا الكذبة الشهيرة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق اللي توفى قبل فترة كولين باول، لما باسم الخارجية الأمريكية كذب واستشهد بقارورة في مجلس الأمن الدولي. هذه القارورة قال فيها أسلحة دمار شامل اليوم الحكومة العراقية تمتلكها، وبهذه الكذبة غزو العراق، في حين أحد المندوبين كذلك من دول دامة العضوية أخبرني شخصيا بأنه سأل الكولين باول إذا هذه القارورة صغيرة فيها أسلحة دمار شامل كيف تدخلها إلى هذه القاعة؟ ألا يوجد سيكيورتي؟ ألا يوجد أمن؟ كيف أدخلتها؟ ألا تخشى أن تسقط من يدك في هذه القاعة وبالتالي نموت نحن الجالسون الذين الآن نحن نحكم العالم، الدول الأعضاء الخمسة والغير الأعضاء العشرة الآخرين؟ فبالتالي هي تقارير كاذبة. إحنا نقول هذه التقارير مثل اللي يهيئ سيارة لقاتل أفضل مما يهيئ له سيارة كورية الصنع أو صينية الصنع، يهيئ له سيارة مرسيدس مثلا ليذهب وينفذ جريمتي بهذه السيارة. فهكذا نحن نرى هذا التقرير حول حقوق الإنسان الأمريكي، لكن إحنا الآن ما مؤمنين بأي تغيير وأي مراعاة لحقوق الإنسان بالعراق إلا بزوال الطبقة الحاكمة، النظام السياسي الحاكم، بل وإسقاط هذا النظام عن طريق الثورة العراقية الكبرى اللي هي ثورة تشرين، والتي نحن الآن ننتظر الانطلاق مجددا بهذه الثورة للخلاص من هذا النظام. دائما ما يهتم المواطن العراقي ويسأل لماذا لا تعلن أو تصدر نتائج تحقيقات عن من يقف وراء هذه الاغتيالات والخطف في العراق منذ ثورة تشرين وحتى قبلها. يعني هناك على الرغم من أنه الحكومة دائما تعلن وجود يعني لجنة تحقيقية وما شابه ذلك، فلماذا لا تعلن نتائج للمواطن العراقي للشعب العراقي؟ لأنه الشعب العراقي هو آخر ما تفكر به الحكومة والنظام. الحكومة سيدي اليوم هي المتهم الأول بالقتل. أعطيك مثال صغير، هذه الحكومة الآن اللي يترأسها العميل مصطفى الكاظمي اللي هو بنفس الوقت هو رئيسا لجهاز المخابرات، قام بترقية اثنين من ضباطه في جهاز المخابرات نظرا لدورهم كما يسميه هو دورهم البطولي بقمع ثورة تشرين.
قام بترقيتهم هو ماجد الدليمي وضياء الموسوي، معروفين ولدينا أولياتهم ومعروفين ماذا كانوا وماذا أصبحوا الآن. سيدي مصطفى الكاظمي الآن الذي هو على رأس الهرم، لا تتصوروه بالإنسان الأبلح الكومبارس الممثل المنغرم بالتصوير والمنغرم بالظهور التلفازي والفيسبوكي واليوتيوبي، كلا، هذا إنسان خبيث، هذا أفعى، هذا يمتلك عصابات تابعة لجهاز المخابرات لا تقل خطورة عن أبشع الميليشيات في العالم، بما فيها ميليشيات جيش المهدي للإرهابي مقتدى الصدر. هذا الرجل كان يخطف ويعتقل على أساس أنهم خطفوا، ولا نعرف الجهة التي خطفت شبابنا الناشطين والثوار، وفيما بعد يتم الإفراج عنهم بموجب قرار إطلاق سراح من حاكم تحقيق المخابرات، اللي هو اليوم حاكم تحقيق المخابرات اليوم لديه مشاكل في جهاز المخابرات، لأنه يعني بات لا يطيق هذه الضغوطات الهائلة عليه. لديه العديد من أوامر القبض والاستقدام موقعة وممضية ومودعة لدى ضباط من أمثال الدليمي ماجد والموسوي ضياء، لطالما أنه رأوا أو شكوا بالشخص الفلاني يجب استقدامه وجلبه، يكتب اسمه في الورقة والورقة مختومة من حاكم تحقيق المخابرات وانتهى الموضوع. فإذا الآن الحكومة لا تعلن أي تحقيق، لأن هي من قتلتنا، هي من هجرتنا. اليوم هذه الحكومة اليوم لديها ميليشيات منتشرة بكل مكان، لا تتصور الحكومة بشعاراتها الزائفة إنها تحارب الميليشيات والعصابات، الحكومة هي التي تمتلك أكبر عدد من الميليشيات ومسلح بشكل رسمي، يمتلكون جهاز المخابرات كواتم الصوت بشكل رسمي نظرا لحاجة الجهاز لهكذا نوع من الأسلحة. يعني الكثير من الأمور اليوم احنا يجب أن نوضحها إلى العالم، فلذلك الحكومة هي المتهم الأول بقتل الناشطين والثوار بل وعامة الشعب. نحن اليوم نشوف الآن بدأ التكلم والحديث عن الميليشيات في العراق بالسنين الأخيرة، الأربع سنين خمس سنين الماضية، لكن يا أخي احنا منذ العام 2003 وإحنا نشوف الجثث مرمية بالشوارع كالقطط، جثث العراقيين منذ الغزو منذ نيسان 2003، من كان يحكمنا؟ هم هؤلاء النظام الحاكم، هم باسم الدولة، باسم الدفاع، باسم، لا تذكر الحرس الوطني عندما أسسوه كنوات وزارة الدفاع بعد ما حلوا جيش العراق الباسل، هم من كان يقتل، هم من كان يخطفون من على السيطرات، هم أجهزتهم الأمنية التي لا نعرف ما أساميها، من هي هذه الأجهزة؟ لا نعرف شيء. فإذا النظام الحالي هو من أسس لنظام الميليشيات والعصابات والقتل. إذن كيف السبيل لإنهاء هذه السيطرة التي تفضلتم بذكرها، سيطرة هذه الميليشيات الموالية لإيران طبعا في العراق ونفوذها حتى في المؤسسات الأمنية وحتى القضائية، كيف السبيل إلى إنهاء هذه السيطرة ويعني الرجوع إلى دولة المواطنة ودولة حقوق الإنسان في العراق؟ احنا اليوم بالعراق لا سبيل امامنا الا اسقاط النظام، هذا النظام اليوم الذي اتت به امريكا بالعام 2003. انت لطالما الان تسقط النظام ونسقط النظام يدا بيد كشعب واحد بكلمه واحده بقلب واحد، انتفت الحاجه لاي مسمى سيء الصيت بعد هذا. راح تكون عندنا حكومه وطنيه، نظام وطني كما كنا قبل الغزو قبل 2003. هل كانت تجرؤ اي عصابه تعلن وتسوق نفسها بانها ميليشيا؟ هل كان يعني تسترجي اي زمره؟ يمكن اقول لك اليوم كل نظام الميليشيات الموجود في العراق مجرد انه وجود شرطه محليه اللي شرطه النجده خلينا نسميها، هي كفيله بمطاردتهم، فما بالك بالاجهزه الامنيه والعسكريه والاستخباريه الاخرى. يجب ان نسقط هذا النظام ونؤسس نظام وطني عراقي رصين صلب يتم تأسيسه وبناءه وفق ما كنا عليه سابقا، وبعد ذلك سترى الانفراجة هي من ذاتها تنفرج الأمور بالعراق. إذن من بغداد مسؤول المكتب السياسي البديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لك.